السلام عليكم ورحمة الله، صباح الخير، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين، أنتم والعائلة. اليوم كالعادة كل يوم الصباح لازمنا نقوموا نمشيو للثانية، وكل يوم يجي فيديو منها ولا من الدار حاسين هاك معانا أنتم مرة بمرة. نور الدين توا يعمل في هاك شفتوا العجل مفشوشين شويه باش يزيد شويه هواء. الكلب كالعاده طلعناها في الكهرباء واللي تفهم وحدها، راح نحل الكهرباء ويتنقز تجي في وسطها. هذه قهوه معايا نهير مسحب شويه اليوم، وشو ان شاء الله ان شاء الله ربي دائما يعطي الغايه النافع ان شاء الله يا رب العالمين. طنعته مزيد اقف اقف اقف. الطقس مغيم اليوم الله اعلم، بالك تصب المطر ان شاء الله دايما غايتنا يا ربي يخليها تشبع تونس بالمطر وترابها ويرزق كل بلاد المسلمين ان شاء الله بالغيث النافع. ما تتبصش اليوم هزيت قهوتي معايا باش نشربها في الثنية، وخاطر علاش نور الدين قال لي من البارح نشرو الفطاير، وانا بطبيعتي ست شهور التالي ما ذقتهاش اكيد، فما فماش في كندا. اليوم عازمني على شو اسمها هي الفطاير ان شاء الله. شوفوا الدنيا زعما تصب المطر ان شاء الله اليوم ان شاء الله ان شاء الله مارس. ليه ما عادش نتشوكوا يا ولدي، التشوكيع نتاعنا اللي يخلي المطر لطف نشهد. ليه خل تصب على روحها، خل تصب. مرحبا تصب تصب حتى للديوخ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله علينا احنا لين ارضنا وارض اراضي المسلمين الكل يا رب، مش احنا برك. اهلا وسهلا. كنا نتكلم على منجي، سألني على منجي خاطر هو اللي شري لي تليفوني هذايا. قلت له يحبني برشا، قلت له بصراحة ولا مسكين، حتى كي جاي مروح تعرف كي جينا مروحين عينيه بالدموع والله العظيم. سلم عليا كيما كيفو كيف ولادي. لا هو شرب فلو 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 هكا وقف يعبي في البنزين سيكونت، هذه نعرفها في تونس ما نعرفهاش في كندا. علاش مش موجود السيكونت في كندا؟ يعني كي ندخل ديريكت مازوت عندهم، خاطر عندهم مازوت بريمير كلاس من الاول، ما عندهمش ما تسحقش معنا السيكونت. هذا من المازوت اللي لهنا، ثم مازوت معفن يخدموا به الكراهب الاخرين، هذه كان تخدم بالكراهب تدقدق. ثم نوعية كراهب ما يخدموش بالهيجي. هذه ما يلزمهاش تخدم بالمازوت النورمال. خاطر شنو نوعية كراهبتك انت؟ ايكيا. ايكيا سبورتاج. لا والكراهب الجدد الكل ما يخدموش بالمازوت المازوت العادي. خاطر المازوت العادي يهل كلهم كي تكسيد فريد بنا مازوت تخت مازوت عادي هذيك ظهري سبلة حتى وسيكون انا سيكون زعما عليه حقرها على درجة خاطر خردة مش حقرها عليه تقبل معنا هي تقبل لا مش تقبل خاطر الماء الواحد يتضاكم قدم يخدموا بالمازوت القديم مش مشكلة نورمال جدد وتصير له مشكلة خاطر المازوت نورمال فيه مواد تسكر الدنيا تسكر البومبا نتاع المازوت تسكر السوبر مات الموتور تفرك الدنيا
تتفرج مسكينه تو باش نبدل الكهرباء الاخرى البيضه ما تحبهاش. قال لي نور الدين خاطر البيضه مسكره من برا من تالي وهي تحب شباك تتفرج هاك تتفرج. شتولي لها مشكله تتنرفز تو نقزت تجري على الكهرباء. انا جيت ورايا انا حليت لها الباب الكهرباء من تالي وهي ام تو هاك تطل وتتفرج من الشباك. لا روح روح على خاطر مش تمشي تعمل دورة تحويس. الله العظيم حلوفة ما زيتيش معاك الحمدي حتى مرة؟ علاش فاش كنت تشيل سلسلتها ما خاطر باش ما تخش وحدها كي نهبطوا احنا من الصباح للحمدي. ما نسيش الحمدي تقعد في الدار لحد إذا لا حد شيء ما نسيبها؟ لا خليها بعدها في بيتها ترقد في بيتها تبدا مرتاحة كيف نحلم؟ احنا ناخذ نهار لحد راحة هي تاخذ راحة ست نهار لحد ميزي من لبي شرب اللي هي تحب اللب تحب اللب ايه هكا هو. المطر بدات تصب ونور الدين باش يهبط ياخذ لنا كعبات كعبات شو اسمه نسيتهم فطاير فطاير ايوه كعبات فطاير اي YouTube channel. تحب تلعب ها؟ تضرب الشرب بالك. ليه شيء تحب تلعب مازال؟ انرجي مازال حتى. خفت منها؟ لا تعضش والله ما تعض. انا تلعب معايا كيما كيك. اصرخ. اي نعرف ما خليها ما تعضش شوف بيك تعفسها برك. اوكي. لوك عقلي تولي تحب تلعب مسكين والله تحب تلعب هكا هو. اخذ اخذ الشعام اخذ الشعام زعما ليه تعرف شنو هايدينغ بالضبط؟ ايجا تقول لهم شك شك تخبط عندي. شفت الهايدينغ ايش تعمل؟ يا خيتي يا خيتي نقعدش. هاي. بير. هاي. خلنا نعطوها شوي هاي. تاكلها. يا ودي ما تاكلش بالك شي. تاكل. طايرة. في زيت. هاي تاكل هاك. مال علاش ما تاكلش في الدار؟ تحبها كيك تحبها. بس ما لبس تنزلش تحط هاللوطه فوق الطاوله انت خاطر مش باش تخلينا اعطيه انت تاكل اعطيه كبيره انت تاكل يا ولد تمشي هاك مشيت هاك لا برد ولا بارد لا ما تحطش عدد ديرك تخليه يفرش لنا هذاك بيده وفرشو حطو السكر هاو السكر امشي امشي قد نمشي نسكر ونربطها هكا وين باش تربطها؟ هذا ما عنديش مشكلة نفطر واحد شيء من نجيب الوحدة السلسة هاي هاي تو عيطت لها وتقول لي لالي خلتنيش نفطروا
ولا ربطها غاديك. حلو في التخزر البيت طل. يا مش باش نقعد برشا بصراحه، زمهري والله بارده والشبابك مازالهم محلولين وكل ما تقدوش. با 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 با. حتى واحد في مد يدو ياخذ قهوه. شو انا جبت بنانتي لهنا برقدينا هاسي. هذه جبتها من عمر خويا عطاها لي. هو نجار عطاني، نلقاه جاي بالدارو. قلت لها خزرت المرت وقلت لها اسمعيني اعطيني شكاره باش نهز نشعل بها. قالت لي هزي يا بابا. مش في الشوايه صار انت يا برشا فيه فحم مع تحط فيه الحطب اللوحي واللي به برشا. يزي يزي عليه باش تنقص برشا. يزي خلي اختار الجويد باش يسألك. ايه نتاع الوحدة اما ما نتصورش شعلك هذاك. شوف من غادي فماش كويغت، فماش كويغت يا بابا. تصمت والله والله بردين ولا ضرب لي ديريكت في العظم. باردة الدنيا. خذ نتاع تحب الكيغد نتاع الفطاير نور الدين فيه الزيت تو يشعلك. جبنا اخي بوحده قدامك النار تشعل. اعملها كل بيت، اعملها كل كل خيمه، ما تخليش كدس على بعضه طوي. خليها هكا بعيده هكا كل خيمه وبعيهم فاضيه تو ان شاء الله تشعل. يشعل ما لم يشعل. اوكي ما تكثرش خل تشد روح الساعه. به يا بابا يا يا الله يا ربي. شباب بدات تعطس الدخان زعما. أول مرة تشوف الدخان هذا. شوف النار على حط قهوة بردت. هات نسخنها لك. باش تسخنها ما تزيدش تو. لا خلي مش لازم. تو تترشق. تترشق. هو كان في النار هذا كيفاش عملوه؟ عملوه في 1500 درجة. سي بردت مسطت ما عادش نشرب. وين انت؟ نشرب كان تشرب انت يشرب. تترشقها تترشق يا ولدي. بعيد انا بعيد انا بعيد. تدفى يعني تقول انت؟ تدفى تدفع. اوكي. كلهم ببطل يدوروا شنو مي. كلهم يدوروا الماء وكلهم يتزكوا. هكا هو تو الواحد دفاه صحيح ريحة الدخان، أما على الأقل لحظين النار دفينا. شو تعمل لها؟ عملها شو مش تعمل؟ شبعت. تاكل معانا في الفطاير القط الكلبة. عطيتها؟ اي هكا عطيتها. اي عطيتها؟ عطيتها طرف.
ايه ترفع صغيره عطيتها. مو غادي تحطيتها غادي تروح. ظهر لي ليه ليه مش ليه الفطايره عطيتها صغيره انا. هذيك الدنيا نتاعها كانت في بوم. عليها. شو كنت تاكل فيها؟ ايه. لا كلت هنا. برشا دخان. برشا. دخان ولكن على الاقل فيه واحد شوي. حتى القهوه السخنه مش تاكل زيادة. ما احنا مازلنا تو مازلنا ما عملنا حتى شيء وما بدينا في حتى شيء. ها؟ بديت تنقصوا الشام الدخان. شمس لهنا دافي ديني شوية ما الداخل لخات تحسها باردة ما خرجنا لبرا به دافي خير من خير من داخل كهو والنار بحذانا قدامنا نقصنا شوية مشوي نشوي وغادي كان درينا نجي مشوي لحم شوينا كهو نجيبها في العشية مش في الصباح لي خطيتي وحدك خدامه زاده لازم تقرا المحسابهم في كل شيء مش سايبها شكون يعرفها السنة عظيم تاع البرقدين امك ولا ترمي لك في الكانون تبدا تشعل كانون كبير فيه الفحم وترمي قشور البرقدين على تقولك على الزنزانه ولا وريحته محلاها تبدا والله ريحته حلوه تهبل تنحي ريحه الدخان وكل ما عملتهمش كل طبعا مش برشا يا حد يعني كيف شعلنا وقعدنا لبرا شمس وشوية نكتة مطر ندمت كي ما دخلتش الحوايج هنا شو المطر ريتوها خدامة تخدم غادي هكاو وانا متغطية من هنا عمل بها دورة ورجع وانا قاعدة نتدفى ما بعدش بعيد ما لفيسة رجعت حدك هنا اوكي شيخ تجري راهي تلعب اربطها لبرا عاد ما تخليهاش هنا فما تل لبرا هنا تل غاديك هاو بحذا الكرم اربطها غاديك خاطر ما ترانيش تدخل بعضها اجي اقعد على الكرسي هاي النار وين وصلت لي صافا هاي دافي لا دافي صافا خدامة يخدم وغادي صايب ديال الوحدي تو يدورها كهوة احنا تو مروحين تضطر ولا تصب تشوف كيفاش فهمت يزف نهار اليوم يزف البرك خفيفا نزيف ناوي على مطر الحمد لله يا رب ان شاء الله دايما غيث النافع يا رب يا الله يا رب العالمين يا جماعة والله ما نعرف قديش طوله الفيديو هذاك هو اليوم خاطر ما صورناش برشا في الثانية على خاطر الدنيا باردة واليوم صد الجمعة باش يمشي صد الجمعة ونروح للدار كهو هذاك علاش باش نسيو حاجات القدام هذاك علاش شوف ظهر لي سلسلة نحب نشري سلسلة جديدة للكلبة ها وشنو الآخر باش نمشي مصلحة وراكليت خاطر انا باش نبدا ساعات نولي ما عادش نمشي نبلبز عليه ما عادش نمشي للثانيه ونقعد كل مره نقد حاجه في الدار خاطر رمضان صاي يقرب تو. باهي كنت نقضى اكيد خاطر صورني من بعيد مش ظاهره انا ولو انه يعني نظهر اللي انا. انا هي خارجه من عطار اول مره نقضي على خاطر حبيت ناخذ حليب لامي نجيبه اعطاني زوز باكوات الله يرحم والدي زو حليب والسميه الروز هذا زاد كيف كيف خذيته لنجيبه كيلو
وزوز حلي، وخذيت معه من قضيه خاصه لنا احنا هريسه، ما تعرف هريسه التونسيه والكل باش ناكلها بالسردينه كاو. انا مروحين تو نيعك، وقفنا وقفنا ردين. هذه جيت للمراه اللي قلت لكم عليها، عندها بربدان حلو محليه المرفيت خذيته، وعندها الرنج، رنج ما هو رنجة المدلينة شو تسموه؟ تنجارين تنرنج رديتها. اي يا بنتي قلت لهم عسل طلع، شو يمني فيها انا شو يمني فيها انا مش مدلينة حسيل. وقاصة والله مسكينة نحتها لي من الشجرة حسيل، وراني باش نرجع لها انا باش نصورها قدرة ربي. تقطر في كل شيء هي، ايش سمي لي يا مان شنو القاطة هذوما؟ هذه شنو؟ هذه عطرشيه. عطرشيه هاي مزهر، هاي هذه كليل، كليله هذه نبته اسمها، هذه البابونج، بابونج نعرف. هاي هاي هذه زهر هذوما تقصوا حتى تصبط عليهم المطر، هذاك عندي الخزانه. هاي عندي الميراميه، ميراميه هاي الميرامي شنو تصلح؟ ميرامي اللي جات راس لتعش، قالوا للوالي اللي تحب تحط على الوليده زاده ما عندهاش صغار، اي ما عندهاش تنش مش معروفه مازالت مش جبت لي فلسطين ما شاء الله الله اكبر عليهم، ياخذوا ياسر في التي يومين ولاده ما شاء الله عليهم. اللي تحب على الصغار تاخذ عشبه الميرامي، ميرامي هاي تقطر فيها ولا تاخذها عشبه كيف كيف. هاي هاي الخلان مش معاش سمعت عليه اه وحدها يعالجوا بها اللي عنده مشكله في الرحم زاده؟ لا مشكله في حشيك مجرى الاولى، اه التهابه مجرى في المشكله اللي تدخل للطوالي. هي 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 ماء الحريقه، ماء الحريقه هذه، اه ماء عطرشيه هي ماء الحريقه، هي نبته العجوبه اللي سميتها. قديش لتر نتاعها؟ هي ب 7000. 7000 هذايا ما رمز اذا نقطع رمز به ماشي على الدراز. هذايا ما الخزامه، ما الخزامه انا نعرف ما خزامه به برشا. انا تعرف شنو ناخذ من عند تو كي ناخذ انا ما العطشيه كيفاش نشربه؟ من الليله من الحريقه تشرب كل يوم كويس صبيحه الخوي تشرب عادي على الخوي. اوكي انا عندي التهاب برشا بصراحه، هي ما تنفعش ما تضرش اي نبته، اي ما نبعثكش راهي ما تضرش بحول الله. اكيد طبيعي خاطر عشبه طبعا ربي راهو حاجه خلقها ربي راهي فيها حكمه. انا راني باش نرجع نصورها وهي تقطر، خاطر هي باش ندخل لها وين تقطر باش نصورها لكم بالتفصيل. وتو المره الجايه ان شاء الله نتكلموا معاكم وجه لوجه ان شاء الله حسين. وشوفوا راهو شو اسمها هي المراميه، شوفوا زرعتها، شفتوا زرعتها زرعتها. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي زرعتها لهني طلع تو انت زرعتها مش هي طلعت وحدها، باش ناخذ عرف النجم ناخذ عرف وقت نرجع. والله يرحم والديك نحب نزرعها في الثانيه، انا مغرومه بها بال نغليها نشربها كل حتى اي كنت نشري فيها تعرف الغلا والكوي ما شاء الله شجره كبيره. يرحم والديك يرحم والديك. لا انا مش انا ذاك علاش حبيت ناخذ انا شفنا فيها منظر حلو على اللحظة. والمراميه الماء نتاعها كيفاش تشرب؟ كي زان تغلي ليه ولقطه كثير تشرب عادي زاد كيما العطرشيه. تو كي نرجع ان شاء الله المرجين ناخذ باش العطرشيه تقطر زاده كل شيء ما شاء الله عليك. تو نرجع المره الجايه خاطر على نور الدين باش يمشي يصلي شكل قطوسه. مش عايشاها. قلت علاش انا عندي. والله عندك ما شاء الله خيرة ربي، عندك الخبيزه والدنيا كله زيتون ما شاء الله. هي عايشك عايشك ربي، ما تقلقش روحك. لا والله عايشك ربي يبارك لك ان شاء الله. حسين تو نكلمك في التليفون ان شاء الله ونجي بالذمه يهبطني نور الدين باش ناخذ راحتي، هو يمشي يقضي قضيه في الثانيه ولا اللي هو ويرجع لي ان شاء الله باذن الله. خاطر هو طور على صلاة الجمعة احنا نزربوا بركة. هاي هاكا هو مال ان شاء الله. اعطيني توا واحدة الحريقة هاي. نزيد نطيح له اكيد تنقول نساء خواتي المتابعات الكل ما شاء الله تو يجيوك ما ونعطيهم الادريسة الصحيحة باش ما يقعدوش يلوجوا عليك به الجمعة دي الاولاد يعني الجمعة دي قبل رمضان ما تخموش على الادريسة قبل رمضان نصورها ونعطيكم الادريسة الصحيحة بالضبط به باش ما اسير
واش حريق حريقه دابوزه صغيره حريقه عندك ولا ما عندك؟ ليه مش حريقه يا ربي؟ انت مراميه 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 ها هي تاعي ما تنسيش عطيه لي. اما ذاك الوحده نتاعها راهو اللي فيه. اي لا لا ما نعرف نعرف تحفير. مش لا ما يسالش ما يسالش. استغفر الله الزيت يعني. هاي. يعني الزيوت اللي نحكي فيها. اما الحريقه ما فيهاش زيت. باهي. اوكي. ناخذها مع الخويا زاد. ناخذها مع الخويا الاثنين. لا عادي. عادي. شوفت. باهي. يا جماعه كنهار قلت لكم عطتني القارص من عنده. وهو لي ماهوش قارص هذا يتاكل حلو تو باش نجري للدار نمشي نخرج من الفريجيدير وناكلو انا عملت به القناريه كالنهار يا الله العظيم ما واحد ما يعرفش هذاك هاو حاسيلو مالو تو كلمني انت ولا نكلمك نتفقوا على الموعد باهي كهو روحت بالبرقدين روحنا بالروز روحنا بال بالحليب الحمد لله حاسين. كنت تتحدث مع متابعه من المتابعين نتاعها. فرحت بيا على الاخر والله ما احلاهم ما احلاهم عسل ما احلاكم. وانا اللي عرفتها بها. واللي صح صاحبه هو قاعد التالي اخي راجل مش تعمل لك كاو ونسيته في الكرب ولا نحكي وباش نرجع لها ان شاء الله ان شاء الله نرجع لها باش نشري من عندها بقدره ربي نشهرها قبل الشريين الساعه نشهرها. وتعمل لكم راهو اللي يشتري من عندها أكثر من حجر وتخفيض بالنسبة للتقطير، كل شيء عندها من الأرض سواء كان مرامية ولا ترونجي شو اسمه هذيك عطرشية والزهر أي حاجة راهو من الأرض يعني بيو 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 أورجانيك والله وشريت من عندها هنا الحريقة بليتر ب 7000 رخيصة بصراحة وخذيت من عندها شوية مرامية ب 2000 فرنك دبوزة صغيرة بكل نحب نجربها. وانا مستحق خاصه الحريقه نجم نعملها تي تقولوا لي هاكا موجوده موجوده ونجم نعملها تي ساعات واحد ينسى ما يبداش عنده في الدار ما خذش مش ما روحت من ثاني ما جبتش حريقه هاكا تبدا عندي ماء ونحبه على الخوي ساعات تزرب ما عندكش وقت ناخذ منها شويه نشربها على الخوي خاطر انا عندي ياسر التهابات والله باش نزل شويه لسعيده وشويه نجيبها خاطر نجيبها عندها زاده مسكينه وجايه وان شاء الله وانا هاو بحذايا تو نعاود نشري من عندها بهي حسيلو هكا وسلموا عليهم عاد احنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله شكرا على وقوفكم معنا باللايكات وبالمشاهدات وبكلامكم العسل ربي يبارك لكم ان شاء الله يلا دمتم في رعايه الله ويعطيكم الصحه كلكم ايوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.